تخص الـ Data Visualization. بالمناسبة أنا ممكن أعمل Data Visualization باستخدام الـ Pandas. لو رحتم على الـ Cheat Sheet كيف ممكن أعمل Plotting، ممكن أعمل Histogram. عارفين الـ Histogram؟ بروح هو بقسمهم لفئات وبروح بحسب الـ Frequency لكل فئة، وفي أنا عندي الـ Scatter Plot إنه أنا بحدد إنه الـ X بتساوي كذا والـ Y بتساوي كذا، بختار X لأتريبيوت و Y لأتريبيوت يعني بهذا الشكل، أوكي؟ طبعاً هنا بروح يعني برسم لي هيستوغرام لكل كولوم، أنا عندي الـ Plot.Hist برسم لي هيستوغرام لكل كولوم لوحده، بروح بحسب الـ Frequencies حسب الفئات، لكن الـ Scatter لازم أختار عمودين، فممكن أرسم عمودين عمودين، إنه إيش هم العمودين اللي أنا بدي أرسم بيناتهم Scatter. طبعاً الـ Scatter هذا بده تفسير، ولازم يكون في عندي المهارة هذه إنه أنا أقدر أفسر وأعرف شو معنات هذا الـ Plot. طيب، نبدأ بـ واضح تماماً إنه أنا عندي الـ Plotting أو Data Visualization الموجود أنا عندي في الباندز شوي محدود، فبالتالي هنا فعلياً إحنا هنستخدم مكتبة تانية لل Visualization اسمها Seaborn. تمام؟ طبعاً هذا الكلام إنه your code environment، أنا عندي التكست والكود والكود output اللي هي Jupyter Notebook، أنا already شرحت لكم إياه إنه هذه، بشرح لكم إنه هذه عبارة عن سيل. الجميل في الموضوع هنا إنه الـ Visualization بيظهر أنا عندي على السيل مباشرة، وتنحفظ برضو كذلك هنا كصورة، يعني بيكون إنه هذه هي الميزة. طيب طبعا انا حعمل فيجواليزيشن باستخدام مكتبه السيبور، بس بمساعده مكتبه اسمها matplotlib. matplotlib polyplot as plt، فبالتالي import matplot polyplot as plt. طبعا لازم احط هاي الدايركتيف هنا انه matplot inline، معنى ذلك انه الرسمات انا بدي اياها تظهر في النوت بوك وتظهر بهذا الشكل. هنا انا بحط كود للفيجواليزيشن والرسمه بتظهر انا عندي في نفس النوت بوك، بالاضافه لمكتبه السيبورن زي ما حكينا انه import seaborn as smc. تمام، هاي الشغلات برجع باكد عليها انه انتم لازم تتعودوا عليها، اللي هي pandas as bd، numpy as nb، tensorflow as tf، و seaborn as SNS. هذه الأكواد كلها حتلاقوها كلها في الكوميونيتي تبع الداتا ساينس، نفس الإشي نفس الستاندر، فبالتالي ما تحاولوش إنه أنتوا تخرجوا عليها. ليش؟ لأنه لما أخذ وصفات من هنا أو من هنا بزبط معي في الكود بدون أي مشاكل، بدل ما أضطر إنه أنا أعدل الأكواد كتيرة. طبعاً إحنا بدنا نصل لمرحلة إنه من كتر الأكواد والدوكيومنتيشن اللي موجود عندي، فبدي أصير أركب وصفات مع بعض. طبعا هذه المرحله بصلهاش الا اذا انا كنت فاهم، لانه تركيب اكواد من عده اماكن او انه انا اخذ وصفه واعدل عليها مش حنجح في عمل هاي الشغله الا اذا انا كنت فعلا فاهم ايش اللي بيصير بالضبط. فبالتالي انتم اخريتكم انه انتم بدكم تاخذوا وصفات وتعدلوا عليها، تضيفوا شويه ملح شويه بهارات عشان تضبط معاكم الطبخه. تمام، طبعا البيانات اللي احنا بدنا نتعامل معها commerce related value احنا already حكينا عنها. تمام، وعملية القراءة انه احنا خلصناها. بالهيد بقدر اشوف، الان نيجي للبلوت، هذا الجديد بالنسبة لنا. تمام، اول ايش اللي بيميز ايش عن ايش؟ سيبور الباندز، انه انا اعمل بلاي، انه شفنا كيف انا اعمل هاندل
او انا اعمل بلاي للداتا انه كيف اتعامل مع الكاتيجوريكال اتريبيوت من الباندا بلوت محدود. فبالتالي بدي شغله متقدمه، في انا عندي مكتبه ثانيه اسمها سيبون بتعطيني شغله يعني شيء متقدم، هذه امكانياتها افضل من ناحيه الفيجواليزيشن. تمام، لكن من ناحيه انه انا اعمل انه اعدل في البيانات نفسها اوجد سجلات، لا الباندا هي الافضل. اول خطوه في الفيجواليزيشن انه نعمل فيجر. تمام، يبقى بي ال تي، البي ال تي هذه خلاص احنا عارفينه من وين، من المات بلوت لب بي ال تي دوت فيجر. ايش بدي له؟ الفيجر سايز، العرض في الارتفاع، العرض في الارتفاع. دائما العرض بيكون اكبر من الارتفاع، فبالتالي هنا 16 × 6 بحطه انا اشي مناسب. تمام، وبعديها الخطوه الثانيه الفيجواليزيشن او البلوت. فبالتالي اس ان اس لاين بلوت وبدي له الداتا بتساوي البيانات اللي احنا قراناها بالسي اس في. نرجع هنا لقراءه البيانات، وين موجوده عندي؟ هيو فيفا فايل باث، هذه عباره عن داتا سيت لسجلات المباريات الفيفا. تمام، وقراناها بالباندا ريد سي اس في، وحطينا انه الاندكس كولوم هو عباره عن الديت، وحكينا انه بارس ديت بتساوي ترو. هذه الشغله كثير مهمه في الفيجواليزيشن، انه انا اعتبرت الديت هو عباره عن الاندكس، انه المباريات في اليوم الفلاني الاندكس تبعها هو الديت. تمام، وعشان هو يتعرف على الديت طلبت انه مررت له بارجمنت اسمه بارس ديت بتساوي ترو. تمام، يبقى الخطوه الاولى ببساطه ايش شكل البيانات هذه؟ هاي الهيد تبعها، انه انا عندي هاي الديت، هذا الكي عفوا هذا الاندكس. تمام، 8/8/93 انا في عندي ايش الماتشز اللي كانت موجوده عندي او عدد الاهداف اللي سجلها كل فريق. انا في عندي ارجنتينا سجلت 5 اهداف، برازيل 8 اهداف، اسبانيا 13، فرنسا 12، جرماني 1، ايطالي 2. تمام، في المباريات هاي. طيب، فأول خطوة بعرف فيجر. تمام، باستخدام plt.figure. لو ما عرفتوش بحط لي كله الديفولت، تطلع رسمة صغيرة هالقد. فعشان هيك أنا بدي أنا أوسعها، فممكن أنا أستثني عن هذه الخطوة، بس زي ما حكيت الرسمة بتطلع كتير صغيرة. ثاني خطوة إنه أنا بعمل حاجة اسمها line chart. عندنا حنشوف إيش أنواع التشارتس وكيف إنه أنا أختار بيناتها. يبقى هنا اللاين بلوت داتا بتساوي كذا، ايش بروح بعمل؟ ما دام انا عندي الاندكس هو عباره عن تايم، بروح بحط لي هنا في الخط الافقي هيو، مش مبين هنا بس هنا يفترض انه هي الديت 1996 2000 2004 لغايه 2016. تمام، وهنا عبارة عن الفاليو اللي هي عدد الأهداف، فبالتالي هنا بروح بجيب لي إنه كل فريق من هدول الفرق إنه قديش عدد الأهداف اللي سجلها كتايم سيريز. تمام؟ طيب، نحل الاكسرسايز الاول. اول حاجه السيت اب هو لحاله، هيو عامل لي انه المات بلوت باي بلوت بي ال تي، وحط لي الجمله هاي مات بلوت ان لاين وسي بورن اس ان اس. هاي سيت اب كومبليت. اول حاجه انه اكسبلور ذا فيدباك سيستم اللي هو هذا النظام للتشيك والكوركت والشغلات هذه كلها احنا عارفين. تمام، بحكي لي انه ال1 بتساوي 1،
check your answer correct. هذا النظام انتو already يعني familiar معه. تمام؟ هدول الشغلات اوكي هو حاططها اصلا uncommented لانه هنا ممكن يجيني يوريني انه كيف اظهر الهنت والسوليوشن، او بعديها بنبدا في الشغل الجد انه انا بدي احمل البيانات. طبعا البيانات انا عندي في الفيفا، فيفا انه هي حطت لي اوريدي الباث، مجرد انه انا بدي اقرا هذا الكلام تمام، وبدي احط الفيفا داتا سيت. هي من وين بدي اقراها؟ هاي اول ما افتح زي هيك تجيني الداتا سيت، بيجيني انه 7 كولوم اوف 7، 7 اوف 7 كولومز. اول كولوم عباره عن الديت، ارجنتينا، برازيل، اسبانيا، فرنسا، جيرماني، ايطالي، وعدد الاهداف اللي سجلوه. فبالتالي في القراءه لما نعمل فيجواليزيشن احنا بدنا نعتبر انه هذا الكي او الاندكس اتريبيوت، فبقول له انه الاندكس كولوم بتساوي الديت تمام، والبارس ديتس بتساوي ترو. اوكي خلصنا اول خطوه مع بعض. طيب هاي الديسكرايب للديتا كيف شكلها، وهي الهيد، وهنا هاي البلوت سايز زي ما حكينا انه بهذا الشكل. ممكن اعمل كومنت لهاي زي ما حكيت فبتطلع انه صغيره، فالافضل انه نحط لها ممكن ايش اسوي، ازود الارتفاع اكثر يعني العب فيها زي ما بدي تمام عشان توضح الرسمة بالنسبة لإلي. تمام طيب هلقيت هنا ايش بده يعمل، لاين بلوت بس لتو كانتريز، لعمودين اللي هما ارجنتينا وبرازيل. فعمل سب داتا فريم لهدول التنتين، واضح انه ارجنتينا كانت متفوقة لغاية متى؟ ل 2012، بعديها انقلبت. هاي ستيب رقم 3 بلوت يور داتا تمام؟ هاي أول بلوت كيف؟ مش موجودة. هيك انا عملت بين ارجنتينا وبرازيل، فممكن انه نعيد هذا الكلام. مثلا فرنسا وايطالي، ايطالي ايش الكود تبعها؟ اي تي واي ولا اي تي اي تي اي؟
اوكي بدي اغير للاين بلوت هنا، بدي حاطط اوكي. اجيت ايش كمان؟ خلينا ناخذ كمان بير، كمان دولتين. ايش ممكن كمان؟ اسبانيا والمانيا. طيب ممكن تخليكم معايا شوية لو سمحتم، لأنه you have to spend time on interpretation. البلوت هذا اللي بيظهر معايا الهدف تبعه مش انه ارسم الرسمة وخلاص، لا بدي افسره، بدي افهم ايش اللي بيصير في البيانات. هذا انا عملته لكل الدول، تمام؟ انا عندي 5 دول متداخل كثير، فانا ايش ممكن ركزت على 2 بيرز 2 بيرز. الان البلوت الاول بين ارجنتينا والبرازيل، واضح جدا من البلوت بقدر اقول بكل ثقة انه الارجنتين كانت متفوقة، هي ومن الليجند اللي موجود هنا انه الارجنتين كانت متفوقة على البرازيل من بداية ال 95 لغاية ال 2012 او ال 2013، بعد ذلك البرازيل تفوقت عليها من ناحية عدد تسجيل الأهداف. شوف فرنسا وإيطاليا، فرنسا وإيطاليا الوضع يعني مرة هيك ومرة هيك، نقدر نقول يعني في البداية كانت فرنسا متفوقة في 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 النصف الثاني من التسعينات، تمام، لغاية 98. إيطاليا تفوقت واستمرت في التفوق تبعها لغاية 2007. بعد 2007 فرنسا تفوقت، تمام، لغاية 2017 بعديها تفوقت إيطاليا. فبالتالي إنه الفترات اللي كانت متفوقة فيها إيطاليا يعني تعتبر إنه هاي الفترة اللي هي من 98 لغاية 2007 ومن 2017 لغاية 2018 يمكن. أما الباقي كانت فرنسا. شوف البلوت الثاني والثالث اللي هو بين اسبانيا والمانيا، واضح جدا انه اسبانيا كانت متفوقه لغايه ال 2000، بعد ال 2000 تفوقت المانيا لغايه ال 2007، تمام. في ال 2007 يعني اوكي في تداخل كبير، بعديها من ال 2009 لل 2015 او 14 كان في تفوق لالمانيا، وبعدها رجعت تفوقت اسبانيا مره اخرى. فهذا هو الفيجواليزيشن، انه يو هاف تو سبيند تايم اون انتربريتيشن. هيك بيكون خلص الاكسرسايز الاول، فجربوا بيرس بيرس. بدي الف عليكم الان اشوف اتاكد انه انتم عملتوا ل 3 ازواج من البلدان.